اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم يا حبايبي، جعل نهاركم كله خير وبركة يا رب، وتفاؤل كده ببركة رمضان إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله أنا قمت من النوم كده قلت نعمل إيه مع بعض، احترت بقى وغلبنا كده من الأكل والطبيخ المعتاد بتاعنا والبشاميل والجلاش والحاجات دي، فقلت نعمل إيه، قلت نعمل كده كبدة شرايح بدل ما نجيبها من برة، فإحنا نعملها في البيت أحسن. ماشي، فانا كنت جايباها طبعا عندي لان انا عامله حسابي عليها، فجايباها طلعتها من الفريزر وسبتها تفك معايا بالشكل دوت. اهم حاجه انك لما تجيب الكبده الشرايح من عند الجزار انك تخليه يقطعها لك رفيعه تبقى معاكي. اهو شايفين الكبده عامله ازاي، مش اكتر من السمك دوت اهو، ليه؟ علشان ما تاخدش معاكي وقت في الزيت وتكش بقى منك وتنشف ومتبقاش كويسه. دي اول حاجه معايا هنا كده بصلتين، من بصلتين عاديين، كل اللي حطيته عليهم شويه ملح، معلقه ملح، ليه؟ عشان يدوبوا كده معايا وينعموا في الخلاط، ضربتهم في الخلاط ناعمين جدا هنشوفهم دلوقتي. معايا التوم بتاعي برضو، شايفين التوم اللي احنا فرزناه مع بعض ما شاء الله، شايفين اهو حط على وشه الزيت ابيض وجميل زي ما هو، وبستخدم منه من اول رمضان، بحطه برجع اشيله تاني في الفريزر، شايفين حتى مكان التفريز اهو. خلاص كمان معايا الدقه بتاعتي برضو اللي احنا عملناها وحطيتها في الاكياس بتاعتي اهي، خلاص بستخدم منها، انا شايله برطمان برضو بس لما قلت لما اخلص الاكياس الاول وبعدين ابقى اطلع البطرمان. كمان الهريسه بتاعتنا يا جماعه اهي برضو انا باخد منها برضو، شايفين التفريزه اهو عليها لسه، خلاص جميله جدا، وشايفين اللون بتاعها عامل ازاي ما شاء الله، حلو جدا جدا وريحتها خطيره اهي، بصوا حتى التفريز طلعها لسه دلوقتي حالا من الفريزر. انا قلت لك قبل كده ان الحاجات دي كلها هنحتاجها في بعض الاكلات، ودي اكلات اهي من ضمن الاكلات اللي احنا هنحتاج فيها الحاجات بتاعتنا اللي هي دقه التوم والهريسه. ومعانا طبعا هنشوف مع بعض ايه التوابل، الكبده ما بتاخدش توابل كتيره بس في حاجات اساسيات لازم نحطها للكبده. هننزل الاول بالكبده بتاعتنا في الصينيه علشان خاطر ايه نبدا نتبلها، زي ما قلت لكم برده ان الكبده انا ما بغسلهاش، احنا بنحط عليها خل وليمون وبنحطها على المصفى كده اهو وبنسيبها تصفي، بس انا بديها شطفه تحت الحنفيه، شطفه خفيفه جدا، وبروح شايلها على طول في المصفى وكب عليها الخل والليمون وبسيبها لوحدها كده شويه قد نص ساعه. هبدا انزل بيها هنا الاول في الصينيه. وبعد ما نقلت الكبده بتاعتي اول حاجه بقى هنحطها، هنحط كده عليها الاول التوابل، اول حاجه كمون، كبده يعني كمون، ماشي، هو اللي بيدي بقى ريحه كده حلوه جميله للكبده بتاعتنا، معلقه كده حلوه لان ايه الكميه معايا كبيره شويه، خلاص معلقه كده من الكمون. كمان هديها حب جنزبيل، جنزبيل حلو جدا مفيد اولا، وفي نفس الوقت ما بيخليش فيه زفاره مع الكبده. كمان فلفل اسود، ماشي اهو، معلقه كل حاجه كده، معلقه كده صغيره، معلقه صغيره. حبه من الكزبره برده كده، معلقه كبيره من الكزبره. كمان هاخد ايه تاني معايا، هاخد رشه من جوزه الطيب، خلاص كده، وهاخد كمان رشه من الملح، معلقه برضو كده من الملح. كمان هاخد عصره ليمونه، ماشي، على جنب كده. انا ايوه غسلها بالليمون بس برضو الليمون بيفتح لي الكبده وما بيخليش فيها زفاره برضو، ماشي. كمان معلقتين كده من الخل، بس كده. وهنزل بالبصل بتاعي. طب خلاص بعد ما قبل ما ننزل بالبصل هنعمل ايه، بصوا ناخد كده الدقه بتاعتي هنفتحها، شوفوا اهي زي ما انا قافلاها من وقت ما حطيتها في الفريزر معاكم ما خزنناها، لسه هفتحه قدامكم اهو، بصي هتكسريه كده اهو زي ما احنا كنا عاملينه اهو كده، اتكسر معاكي بكل سهوله، هتطلعي كده بالمعلقه زي ما انت عايزه، مكعب مكعبين مع بعض. طبعا هي فكت شويه لان الكيس خفيف اهو، شايفين شايفين، وبلونها زي ما هو وبلون الفلفل والحاجات اللي احنا حطيناها فيها. هنحط كده مكعبين حلوين وهنرجع نقفل الكيس بتاعنا تاني بالشكل دوت ونخليه زي ما هو كده وهنرجعه الفريزر. خلاص كمان هناخد معلقه من الهريسه،
معلقة كبيرة. الكبدة بتحب الحاجات ديت، وهي دي الحاجات اللي بتدي طعم. وكبدة برضو يعني توم، ماشي. مش هناخد طبعا بمعلقة الهريسة، هناخد بمعلقة نظيفة تاني اهي. هناخد برضو معلقة كبيرة كده من التوم. التوم والهريسة ودقة التوم ديت هي اكتر حاجة هتدي الكبدة طعم اكتر من التوابل. مش هت... لكن التوابل تحس بالطعم بتاعها يضغى، لكن الكبدة التوم والدقة والحاجات دي والهريسة هتدي ريحة كمان للكبدة كده وطعمها مع البصل ومية البصل. بصوا البصل شايفين، عشان كده انا قلتلكم تفرموه في الخلاط ناعم جدا جدا. وهنقلب بقى الكبدة بتاعتنا بكل التوابل ديت وسيبيها تعيش مع نفسها. انا طبعا هقلبها بايدي، ما ينفعش المعلقة عشان ما تهريهاش، ماشي. هقلب كده التوم اهو والتوابل كده كله مع البصل، وتسيبيها تعيش مع نفسها زي ما قلتلك ساعتين تلاتة اربعة لو عندك من الوقت، مفيش مشاكل اهو. خلاص كده انا هعملها كده اهو زي ما انتوا شايفين كلها كده، وهحاول اغطي كل بعضه كده اهو، وارفع اللي تحت كده واللي فوق، واقلب بالراحة خالص الشرايح بتاعتي، ماشي. شايفين زي ما قلتلكوا، بصوا كل الشرايح بتاعتي اهي، شايفين ما شاء الله الشرايح حلوة جدا. خلاص هسيبها اقلبهم بقى انا كده، وهغطيهم وهسيبهم حوالي، انا لسه معايا، انا لسه دلوقتي مثلا كده على الساعة 2:30، يعني هسيبهم لغاية الساعة 5:30، حوالي 3 ساعات. خلاص وهنرجع نكمل مع بعض، وهنرتب ونشوف الحاجات بتاعتنا، وهنقلي الكبدة بتاعتنا، وايه اللي هنعمله تاني جنب الكبدة والتحابيش بتاعتها. استنوني كده هنيجي بقى وقت القلية بتاعنا. خلاص المغرب خلاص قرب. معايا هنا دي الكبدة اللي احنا تبلناها مع بعض اهي، سبناها حوالي 3 ساعات، ماشي. هنتبلها بايه بقى؟ الغلاف يعني القص اللي احنا هنعملها فيه. معايا هنا دي معلقة، دي كوباية كبيرة من الردة، ماشي، كوباية من الردة، نص كوباية من الدقيق، ده دقيق. هنا دول معلقتين من النشا، معلقتين كبار من الاكل. خلاص لازم بقى نطعمهم كده. معانا هنا دي معلقة صغيرة كده من الكمون، رشة ملح، ربع معلقة صغيرة فلفل اسود، كمان ربع معلقة صغيرة شطة. هنقلب كل المكونات دي كده اهوت في بعض، ماشي. وهنبدأ نتبل الكبدة بتاعتنا بيهم، او نغلف الكبدة بتاعتنا بيهم. خلاص كده انا قلبتها كويس، هبدأ اخد بقى الكبدة بتاعتي بالشكل ده. هتنزلي كده الحاجات اللي عليها بقى دي، خلاص لان هي كده خلاص اتطعمت بايه، بالحاجات كل التوابل والمية البصل وكده اللي احنا حاطينها اهي. وهناخد كده الشريحة، ماشي، وهنبدأ بايدينا. طبعا ايد تاخدي بيها بقى، بس انا لما مسحت بايدي وكده، وايد هتخليها للمواد الجافة يعني، وتدوسي كده تضغطي، اهم حاجة الضغطة دي، اضغطي كده جامد عليها. خلاص وايدي بيها برضو كده على الناحية التانية واضغطي. خلاص ركزي بقى معايا في كده في الخطوات دي، عشان انا هعمل واحدة او اتنين، يعني هعمل معاك واحدة مثلا تاني، وبعد كده هكمل انا بقى بسرعة كده، عشان خلاص ايه الوقت بتاعنا قرب. وتنفضي كده اهو، خلاص، وتحطيها على صينية عندك بالشكل دوت، لغاية لما تملي مثلا صينية او صينيتين، تعملي الكمية كلها، وبعدين تبدأي تقلي. خلاص هتقلي بقى، وتبدأي في القلية بأول حاجة انت عملتيها. هتبل معاك واحدة تانية، وبعدين هكمل انا بقى ايه مع نفسي. هنزل كده الحاجات بتاعتي اهو، خلاص، وهحط في الردة والحاجات بتاعتي اللي انا عملتها وجهزتها كده اهو. خلاص بالشكل ده، اهم حاجة الضغطة دي، تضغطي كده بكفة ايدك كده اهو، تضغطي جامد عليها عشان ايه الخلطة تمسك في الكبدة اهو. بس كده بالشكل دوت كده اهو، زي ما شفتي معايا اهو. وبعد كده هننفضها كده اهو، خلاص بالشكل ده، شايفين اهي، ده بس كده، ده مكان صوابعي لما انا بمسكها. خلاص بس كده، برضو هحطها كده زي ما انتوا شايفين اهو، ماشي اهي. خلاص وهكمل بقية الكبدة بتاعتي، وهنروح نقليها ونشوفها مع بعض. كده نكون خلصنا شرايح الكبده مع بعض، وعملنا معاها بقيه المشتملات ديت. بس معلش اعذروني لان الوقت كان ضيق عليا،
فما عملتهاش معاك، ولكن ان شاء الله هنعمل دي سلطه بالظبط زي سلطه الحاتي اللي بنجيبها من بره اهي زي ما انتم شايفين، والبصل وازاي نخلي البصل احمر معانا بالشكل ده هعملها معاكم ان شاء الله في فيديو تاني باذن الله لوحديها. والدقه بتاعتها اهي شايفين ما شاء الله الدقه جميله جدا وريحتها خطيره. كمان هنا دي الطحينه، احنا عاملين مع بعض الطحينه قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. كمان معانا هنا دوت اللي هو البتنجان المخلل، ماشي برضو نفس الدقه والطريقه وكله هنعمله برضو في فيديو تاني باذن الله. اعذروني طبعا الحاجات دي ان انا ما عملتهاش معاكم، بس عملنا الاساس اللي هي الكبده بتاعتنا ومعاها الحاجات دي زي ما بنجيبها بالظبط من عند الحاتي بالظبط. اتمنى ان الفيديو يكون خفيف والوصفه تكون سهله وسريعه وتعملوها وتجربوها في افطار رمضان ان شاء الله. اتمنى لكم صوما مقبولا وافطارا شهيا، وما تنسوناش في اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين وحبايبنا اللي بيتفرجوا علينا فضلا وليس امرا. لسه لاول مره اشتراك القناه، زر تفعيل الجرس، كلمه الكل علشان يوصلكم مننا كل جديد باذن الله. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.